بعدين طون صوت القلب وراك نحس بقلبي. ماما وعدي. واه بنتي شوف شكون اللي كيعيط ليا. شوف شوف شوف. واه بنتي. خبرت وانا خفت. واه بنتي الو. وعليكم السلام خويا. واه ادعي معايا ادعي معايا خويا ادعي معايا. واه بنتي. وا بنتي انا ما بغيت ندوي مع حتى واحد اللي غادي غير يصب يدعي معايا يدعي معايا بيني وبينه جوبي لا جوبي وما عنديش الخاطر ديال شي واحد لا غير حنا غصتي جوبي ما ربنا تكون شي واحد عنده علاش اخبار وا بنتي ربما يقدر يكون عند شي واحد ما وا ربي بنتي وا بنتي ما ندويش معاك وا بنتي وا ربي بنتي وا مشاهدو قناة شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط من منطقة الألفة. يا ربي هاد السيدة ما توقعش لها شي حاجة كتقلب على بنتها اختفات في ظروف غامضة بسبب صاحبتها اللي باتت معاها في الدار. شفروا 1000 درهم من الأم ديالها وخرجوا مع الفجر. الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف ياسمين وتعرف عليها يصوني على البوليس او لا يجيبها للمار. الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هاد البنيته هادي يصوني على البوليس او يصوني على الام ديالها. الام ديالها مسكينه راه دخلات في حاله هيستيريا كتبكي على بنتها. بنتي اختي وبنتي الوحيده وبنتي مريضه بالقلب بنتي غيكونوا طاحت في شي خلا وخافوا وعيقولوا لي انا نمشي نعتق بنتي. وبنتي بارطاجيو الاخوان باش اللي شاف ياسمين وتعرف عليها يصوني على البوليس او اللي يجيبها الام ديالها. البنت مريضه بالقلب في عمرها 14 سنة. الله يسمع اخبار الخير يا رب. الله يسمع اخبار الخير يا رب. الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هاد البنيته هادي يصوني على البوليس. 19 ما غتخسر والو صوني على البوليس او لا جيبها للمو. وا ربي رجع لي بنتي وا ربي غنموت. خذي الماء خذي الماء اختي خذي الماء خذي الماء. انت برك انت تما باش ما تبانش برك خلي مامك. عطيني التصويرة عطيني التصويرة ديال اختك عطيني التصويرة عطيني التصويرة اللي فيها اختك بوحدها. الاخر عطيني الاخر اللي فيها اختك بوحدها. اختي فين التصويرة ديال ياسمين فين هي التصويرة ديال ياسمين بوحدها. عاوني يوم راه انا واقعين وكيخصها طرزني. قرب هنا جيبو جيبو هنا القرص. عاوني يوم باش يحب الناس بغاو كيعاونوك مزيان الحمد لله. لا دغيا ان شاء الله. واه بنتي. صايي تعاونهم. واه بنتي بنت دواليا صحاباتها. هذه هي التصويرة ديال ياسمين اللي شاف ياسمين الله يرحم لكم الوالدين. بارطاجيو الصورة ديال ياسمين باش اللي شافها يصوني على البوليس او لا يصوني على امها. جيبوا لي بنتي. جيبوا لي بنتي. وجيبوا لي بنتي انا مزوقه فيكم البنات اللي ديتوا لي بنتي رجعوا لي بنتي. وجيبوا لي بنتي. وجيبوا لي بنتي ما بغى نصبحش غنموت. وما ما ناكلش. وا بنتي ما نضربكش امي انت حبيبتي عرجعي عندي. وا بنتي. وا بنتي انا مزوقه فيك بنيتي رجعي عندي رحبي امي انت كبنيتي. إلا شفتيني بنيتي وما رحمتينيش ما نسمحش لك ولكن انت ماشي لخاطرك بنيتي
انا سامحه لك امي يمشي رجعي عندي بنيتي. شكل بنتك تكون مخطوفه ولا اخويا بنتي ما مبغوش يقولوا خطف عليا شي واحد ولا الله اعلم. وبنتي وجهت لكم الله والعواشر ما تاديوش ليا بنتي. انا مزوقه ما تاديوش ليا بنتي يا بنتي الوحيده. انا مريضه وكنت نفس على قبل بنتي. بنتي كتلبس حسن من الدريات. بنتي كنشري ليها دواء القلب غالي. بنتي غير كتقول لي ماما درني دراعي كنهز.